ساد هوفر، والمعروف أيضا باسم ساد بولدر، من السدود الخرسانية التي تعتمد على الجاذبية أو القوس الذي يقع في الوادي الأسود في نهر كولورادو على ضفتي أريزونا ونيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية. تم إنشاء هذا الساد خلال الفترة المسمى بالتساد الكبير ما بين عامي 1931 و1936، وافتتحه الرئيس فرانكلين روزفلت يوم 30 سبتمبر عام 1935. ولم يكن إنشاء هذا الساد سهلا، بل كان نتيجة جهود كبيرة شارك فيها آلاف العمال وراح ضحيتها مئات الأرواح. ومن المثير للجدل أن هذا الساد كان يسمى أولا باسم الرئيس فرانكلين روزفلت، ويحتل المرتبة السابعة لروائع البناء في العالم، إذ أجمع الكثيرون على القول بأنه يستحيل إقامة سد هناك.